أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك أسئلة كثيرا ما تطرق وتمر على الفكر، ومن هذه الأسئلة: ما هي الغاية من خلق الإنسان؟ لماذا أرسل الله تعالى الأنبياء؟ هل يكفي الاعتقاد بنبوة نبي واحد أو بعض الأنبياء فقط؟ ما هي فوائد بعثة الأنبياء عليهم السلام؟ ما هو الدليل على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هذه الأسئلة نجيب عنها بعد مقدمة إن شاء الله. الغاية من خلق الإنسان أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، خلق الخلق لحكمة ومصلحة وهدف. يقول تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكل شيء خلق لغاية، والغاية أوضحها الله تعالى في كتابه الكريم حيث يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة والمعرفة هما الغاية من خلق الإنسان، كما ورد في الحديث القدسي أيضا: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. العبادة أيها الأحبة تعني الخضوع والطاعة والانقياد للخالق سبحانه وتعالى بما يأمر وبما ينهى. ولكن لكي تتحقق هذه العبادة والطاعة على الوجه الصحيح والمرضي من قبل الخالق، لابد أن تكون عن معرفة ودراية. ولو وقعت هذه العبادة على غير معرفة وعلى غير دراية وقعت باطلة وغير صحيحة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يسلك الطريق الصحيح بدون دليل يدله عليه. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بعثوا لتحقيق الغاية. لماذا؟ لأن تحقيق الغاية من الخلق وهي المعرفة والعبادة تتوقف على تعيين واسطة بين الخالق وبين المخلوقين، يهديهم إلى الرشاد ويعلمهم طرق العبادة والطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وهنا أيها الأحبة يأتي دور النبوة. إن تاريخ الإنسان بنظر القرآن الكريم مترافق مع تاريخ الوحي والنبوة، فلقد كان الوحي موجودا كبرنامج تكامل للإنسان منذ ظهور الإنسان على وجه الأرض. يقول تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
إلى غير ذلك من الآيات التي تؤكد هذه الحقيقة. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا السياق في نهج البلاغة: ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة بالغة أو محجة قائمة. الإيمان بجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حاجة ضرورية وملحة. لا يكفي الاعتقاد بنبوة نبي واحد أو بعض الأنبياء عليهم السلام، بل لا بد من أن يعتقد الإنسان بنبوة جميع الأنبياء، لأن جميع الأنبياء مرسلون من قبل الله تعالى، وكل نبي جاء مصدقا للنبي الذي قبله. يقول تعالى في كتابه الكريم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ويقول تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ويقول عز وجل في ذم أولئك الذين يؤمنون ببعضهم فقط، يؤمنون ببعض الأنبياء فقط: إن الذين يكفرون بآيات إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأيها الأحبة، هناك فوائد كثيرة من بعثة الأنبياء عليهم السلام، هناك فوائد لا يمكن أن تحصر بهذه العجالة. الناس يعني من هذه الفوائد، هناك فوائد كثيرة من بعثة الأنبياء بالإضافة إلى تعريف الناس من هذه الفوائد. هناك فوائد كثيرة من بعثة الأنبياء عليهم السلام بالإضافة إلى تعريف الناس وهدايتهم إلى طريق تكاملهم. أهم هذه الفوائد: أولا، يوجد كثير من المعارف المهمة في حياة الإنسان قد يجهلها أو يغفل عنها، وهذه المعارف بينها الأنبياء للناس لتذكيرهم الدائم لذلك. الأنبياء دائما يذكرون الناس بالعلوم والمعارف لما ينفعهم. وقد ورد في القرآن الكريم صفة المذكر والذكر والذكرى والتذكرة. يقول تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. ويقول عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ويقول جل من قائل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: فبعث فيهم رسله ووتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. هذا أولا. ثانيا، إن وجود النبي بين الناس له تأثير كبير في تربية الأشخاص، باعتبار
أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أعلى مرتبة، أعلى مرتبة من الناس العاديين، وفي أعلى مراتب الكمال، فكانوا القدوة الحقيقية ليقتدي بهم الناس ويتأسون بأفعالهم، فيقومون بتربية الناس وتذكيتهم روحيا ونفسيا وأخلاقيا. ويقول تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ويقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن فوائد وجود الأنبياء ممارسة القيادة السياسية والدينية والاجتماعية وفض الخلافات بين الناس والمعضلات والاضطرابات الاجتماعية بين أفراد المجتمع. يقول تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن دور الأنبياء عليهم السلام يذكره القرآن الكريم بالتفصيل. إن القرآن الكريم لم يحدد، صحيح أن القرآن الكريم لم يحدد دورا خاصا للأنبياء، بل إن دورهم مرتبط بكل ما تحتاجه الأمة في حياتها على الصعيد الروحي والعلمي وعلى الصعيد الاجتماعي، من وضع قوانين تنظم حياة الناس وتهديهم إلى السعادة الحقيقية والكمال الإنساني الذي يبينون، والكمال الإنساني، وكذلك يبينون لهم الأحكام ويحذرونهم من الوقوع في المعاصي ومخالفة الله سبحانه وتعالى. وهذه بعض أدوارهم وليس كلها، وهذه بعض أدوارهم التي وردت في التعاليم القرآنية. يقول تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعد من أدوارهم التبشير والإنذار. يقول تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. بعد الدعوة لعبادة الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا من مهمة الأنبياء إخراج الناس من الظلمات إلى النور. يقول تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ومن مهام الأنبياء الشهادة على أعمال العباد. يقول تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. من مهام الأنبياء أيها الأحبة إبلاغ الرسالة للناس. يقول سبحانه وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. وأيضا الحكم بين الناس من مهام الأنبياء. يقول تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. أيضا من مهام الأنبياء أن يكونوا أسوة حسنة. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وللأنبياء صفات، لأن النبوة هي أخطر المناصب وأكبرها، وهي مسؤولية قيادة المجتمع البشري وهدايته إلى السعادة والكمال. فإن المتصدي لهذه المسؤولية الكبرى عليه أن يتمتع بصفات وامتيازات خاصة، كالمعرفة التامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والتربوية،
بالإضافة إلى الاتصاف بالفضائل النفسية والروحية والأخلاقية. لذلك نرى القرآن الكريم يركز على هذه الناحية لأهميتها على صعيد التبليغ، حيث يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك خاطب الله تعالى ولذلك خاطبه الله تعالى وأثنى عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا بالإضافة إلى الصفة الأهم والأبرز التي لها ارتباط وثيق بالتبليغ والهداية، وهي صفة العصمة، ونتحدث عنها باختصار لأن بحث العصمة بحث موسع مفصل يحتاج إلى وقت كثير لإشباعه. لكن باختصار، العصمة باعتبار أن الواسطة بين الله وعباده أي النبي يجب أن يكون معصوما، بمعنى أنه يجب أن يتمتع بملكة نفسية قوية تمنعه من ارتكاب المعصية حتى في أشد الظروف، وتنبع هذه الملكة من الوعي التام بقبح المعصية والإرادة القوية لضبط الميول النفسية، وهذه تتحقق بالعناية الإلهية الخاصة. أما الدليل على العصمة، هناك العديد من الأدلة، منها أنه لو لم يكن النبي معصوما لكان محل إنكار ومورد عتاب، كما في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وأيضا قوله تعالى: لم تقول على الله ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمن الطبيعي أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وباقي الأنبياء معصومون، لأنهم يأتمرون بما يأمرون. فمن الطبيعي أن يكون النبي معصوما يأتمر بما يأمر وينتهي عما ينهى، حتى لا ينكر عليه من أحد، وحتى يحصل الوثوق به وبتبليغه، ويعتمد عليه في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. أما ما هي أنحاء هذه العصمة؟ أولا، العصمة من الذنوب، لأن الأنبياء معصومون من ارتكاب الذنوب صغيرها وكبيرها، لأنه لو كان مرتكبا للذنوب لأصبح ظالما إما لنفسه أو لغيره، وهو خلاف العصمة كما تعلمون، التي جعلت شرطا في الإمامة كما ذكرنا في قوله تعالى، أو كما ذكر في قوله تعالى لإبراهيم: لا ينال عهد الظالمين. ثانيا، العصمة عن الخطأ والاشتباه، لأن النبي صلى الله عليه وآله لو اشتبه وأخطأ يكون خلاف كونه هاديا، حيث يحتمل الاشتباه حينها في كل قول وتبليغ وحكم، وهذا نقيض الغرض الذي بعث لأجله والذي أرسل الأنبياء لأجله، لأنهم عليهم السلام بعثوا هداة مهديين، كما يقول سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ويقول تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ويقول سبحانه وتعالى بحق رسوله الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المعصوم غير مجبور على ترك العصمة. إن العصمة أيها الأحبة لا تعني أن الإنسان مجبور على العمل بمقتضاها، بل إن صاحبها
لا يمكن أن يختار المعصية وأن يقع فيها لعلمه بحقيقة الذنب وآثاره، وقوة العلم توجب قوة الإرادة، فلا تتعلق إرادته حينئذ إلا بالطاعات. وخلاصة ما مر معنا، أولا العبادة والمعرفة هما الغاية من خلق الإنسان، كما ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. ثانيا، تحقق هذه الغاية يتوقف على تعيين واسطة بين الخالق والمخلوقين، يهديهم إلى الرشاد ويعلمهم طرق العبادة والطاعة، ولا يكفي الاعتقاد بنبوة نبي واحد أو ببعض الأنبياء، بل لا بد أن يعتقد الإنسان بنبوة جميع الأنبياء. ثالثا، هناك فوائد كثيرة من بعثة الأنبياء بالإضافة إلى تعريف الناس وهدايتهم إلى طريق تكاملهم، منها تبيين كثير من المعارف التي يجهلها الإنسان. وجود النبي له أثر كبير في تربية الناس. ممارسة القيادة السياسية والدينية والاجتماعية، المتصدي لمقام النبوة عليه أن يتمتع بصفات وامتيازات خاصة كالمعرفة التامة والفضائل الحسنة والعصمة، وإلى ما هنالك مما يعتبر من الكمالات. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.